مرحبا لعشاق الطبيعة والإطلالة الجميلة والخضار، عليكم بالفلة هذه، منطقة أكشابات. نبعد عن خط الساحل بالضبط 6 كيلومتر، في منطقة مرتفعة، جوها عليل جدا وإطلالتها جميلة. فلة مرتبة جدا، مساحة الأرض فيها 2500 متر مربع، الفلة من الداخل مساحتها 200 متر مربع، وهي عبارة عن 4 غرف بالإضافة إلى 3 دورات مياه بإطلالات كاملة على الطبيعة والبحر. تفضل ويانا نشوف الحديقة الخارجية للفلة. مثل ما انتم شايفين جميلة جدا، ما شاء الله مزروع فيها أنواع الزهور وأنواع النباتات، بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للفلة على الطراز العثماني القديم، صراحة جميلة جدا. طبعا مدخل الفلة من الجهة الخلفية، عندنا هنا منطقة موقف السيارات تقدروا تشوفوها، مساحتها جيدة. تفضلوا معنا نشوف الفلة من الداخل. والآن وصلنا داخل الفلة. طبعا مثل ما انتم شايفين أول ما ندخل عندنا على يدنا اليمين في دواليب جميلة صراحة مرتبة، ما شاء الله عاملها صاحب الفلة مزينها أيضا. طبعا الفلة مساحتها 200 متر مربع من الداخل، وهي زيرو ما قد استخدموها. على يسارنا مباشرة عندنا دورة المياه الأولى، طبعا مجهزة بالكامل، عندنا الكلوزيت وعندنا المروش بالإضافة إلى المغسلة وجهاز التدفئة موجودة داخل الفلة. على يميننا الدواليب، ومنها نتوجه للغرفة الأولى. طبعا الفلة مكونة من 4 غرف وصالة فيها 3 دورات مياه بالإضافة إلى 3 بلكونات جميلة تخدم الفلة. هذه الغرفة رقم 1، مساحتها متواضعة وجميلة. نخرج منها عندنا على يميننا مباشرة دورة المياه الأولى. لو تلاحظوا فيها الشفاط، هذه نقطة مهمة جدا ما تتوفر في أغلب المشاريع. الأرضيات عندنا باركيه درجة أولى ما شاء الله تبارك الله، التشطيب داخل الفلة سوبر ديلوكس، الأسقف فيها الديكورات الجميلة. هنا عندنا ما شاء الله تبارك الله الصالة، مساحتها أيضا جميلة تقدروا تشوفوها وياي. طبعا التشطيبات الداخلية مرتبة جدا صراحة، في لمسات مميزة يعني مثل الجام حاطين فيها التفاصيل هاي تزين المنطقة. بالإضافة عندنا ديكور حجري ماخذ واجهة كاملة المنطقة اللي تحطوا فيها التلفزيون، بحيث انها تزين المنطقة. وايضا عندنا الاضاءات اللي موجودة داخل الفلة بالكامل. منها نخرج للبلكونة اللي هي في الطابق اللي احنا موجودين فيها، مربعة ما شاء الله تبارك الله، اتوقع انها بحدود تقريبا 3.5 في 2.5، تعتبر مساحة جيدة جدا، بالاضافة انه لها اطلالة جميلة جدا على الطبيعة والبحر، وايضا اطلالة على القرى اللي تحتنا تشوفوها بالكامل. طبعا عندنا لها مخرج نقدر نخرج منها للحديقة اللي فيها ما شاء الله أنواع الخضروات جميعها موجودة. من هنا طبعا نتوجه للمطبخ، لأن البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ وبين الصالة. زي ما انتم شايفين الدواليب راكبة جاهزة طبعا بالكامل، تقدر تشوفوها فيها نظام المكابح مميزة جدا، وأيضا صفر ما شاء الله جديدة. منها نتوجه للدور العلوي، تفضلوا معنا. وصلنا الآن للطابق العلوي. طبعا الطابق العلوي تتكون من 3 غرف أيضا ممتازة تخدم الفيلا بالكامل، وعندنا هنا مطبخ مصغر راح تخدم الدور العلوي أيضا ممتازة جدا. نبدأ بالبداية، هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، أيضا الأرضيات فيها باركيه ما شاء الله تبارك الله، شبابيك، إطلالات جميلة على المزارع المجاورة، وأيضا الإنارات كلها موجودة. وعندنا المنطقة هذه اللي ممكن تحطوا فيها دولاب، ما شاء الله التوزيع فيها جميل جدا. عندنا دورة مياه رئيسية أيضا مكملة، عندنا المغسلة، عندنا الشاور، بالإضافة إلى الكلوزيت اللي موجود داخل دورة المياه. منها نتوجه للغرفة الثانية، طبعا ما ننسى أنه أجهزة التدفئة أيضا موجودة في الفلة بشكل كامل. أيضا هذه غرفة لها واجهة جميلة. عندنا هنا مخرج للبلكونة اللي داخل الفلة. طبعا لو تلاحظوا عندنا هنا نظام احنا نسميه الشبك عازل للنامس. اتفضلوا ويانا. ما شاء الله تبارك الله،
إطلالة جميلة جدا. أنا صراحة أتعب لو أبغى أوصفها، فأنتوا شوفوها بالكاميرا، شوفوا الإطلالة الجميلة، الطبيعة الخلابة في مدينة طرابزون، إطلالة كاملة ما شاء الله تبارك الله على الطبيعة. وما ننسى أنه عندنا إطلالة على البحر أيضا. من هنا نقدر نشوف مساحة الأرض، مساحتها 2500 متر مربع مثل ما ذكرت لكم. عندنا هذه الطبقة الأولى، وعندنا الطبقة الثانية اللي فيها الجلسة، منطقة مميزة جدا للشوي، وعندنا اللي هو المدرج الثالث اللي هي مزرعة بالكامل لو تلاحظوا لين نهاية فيها الشبك، يعني مسورة بالكامل، مزروعة فيها أنواع الفواكه والخضرة ما شاء الله تبارك الله. تفضلوا ويانا نتوجه للغرفة الثالثة في الطابق العلوي. طبعا الفيلا ككل 4 غرف وصالة. عندنا هنا الغرفة رقم 4، طبعا تعتبر متواضعة، يعني المساحة صغيرة نوعا ما، لكن تقدروا تستخدموها تحطوا فيها سرير واحد ودولاب صغير تكفيكم. هنا عندنا الموزع، يمكن نعملها جلسة صغيرة. هنا عندنا تمديدات، تلفزيون موجودة بشكل كامل. ومنها نطلع للبلكونة اللي هي رقم 3، أيضا فيها نفس النظام للنامس، مميزة صراحة. وتفضلوا معانا نشوف البلكونة رقم 3 أيضا بإطلالة جميلة ما شاء الله تبارك الله على الطبيعة الخلابة في مدينة طرابزون. ما ننسى انه عندنا مسجد في نفس القرية تخدم يعني المنطقة، قريبة تقريبا مسافة 200 متر من الفيلا. اترككم مع الإطلالة الجميلة. شفنا الحديقة الأمامية للفيلا وشفنا الفيلا أيضا من الداخل، خلوكم معنا نشوف الحديقة الجانبية للفيلا وباقي التفاصيل. خرجنا طبعا من البوابة الرئيسية للفيلا، نتوجه نوريكم الحديقة الجانبية لها. ما شاء الله تبارك الله مزروعة فيها أنواع، هنا عندنا العنب وبعض الخضروات اللي راح نشوفها الآن. هنا على يسارنا مباشرة عندنا مستودع، طبعا فيها أجهزة التدفئة وعندنا نظام تسخين الماء موجودة داخل المستودع، تقدر تحطوا فيها الأدوات الزائدة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله معانا أنواع الزرع جميعها موجودة، عندنا الليمون، الطماط، ممكن نمريكم واحدة منها ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا موجودة في المزرعة. طبعا هذه البلكونة اللي كنا موجودين فيها في الطابق الأرضي لها مدخل أيضا من الحديقة، وتقدروا تخرجوا منها للحديقة اللي بوريكم إياها الآن. أنواع الخضروات والزهور الجميلة موجودة عندنا في الحديقة، بالإضافة الآن راح ننزل للمدرج الثاني راح نوريكم الأرض بالتفصيل بإذن الله تعالى. تفضلوا ويانا ننزل للمدرج الثاني نشوفها معاكم بالتفصيل. وصلنا الآن للمدرج الثاني. طبعا المنطقة هذه الواسعة اللي بتشوفوها تقدروا تستخدموها كباركينج. المنطقة المدرج الثاني عبارة عن منطقة فيها زهور، جلسات جميلة. نقدر نشوف معاكم هنا على يسارنا عندنا مستودع أو نقدر نسميه مخزن، بالإضافة إلى هنا عندنا منطقة الباربيكيو تقدروا تشوفوها ما شاء الله تبارك الله مجهزينها بالكامل بالأحجار ما شاء الله تبارك الله. هنا عندنا اللي هي الكاميليا أو الجلسة، أيضا لها أغطية نقدر نسكرها أو تظل مفتوحة مثل ما هي ما شاء الله تبارك الله. منطقة مزروعة فيها زرع جميل مرتب زهور. هذا المدرج الثاني اللي شفناه وياكم. الآن راح نشوف المدرج الثالث اللي تعتبر بالكامل عبارة عن مزرعة فيها أنواع الذرة وأنواع الخضروات والفواكه. تقدروا تشوفوا ما شاء الله تبارك الله المساحة فيها كبيرة جدا، مثل ما ذكرنا لكم مساحة الأرض الإجمالية للفيلا 2500 متر مربع. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس،
وصندوق الوصف موجود فيها الأسعار والتفاصيل بالكامل، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.